الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول: هل هذا القضاء الوارد في الآية هو من القضاء الشرعي أم من القضاء الكوني، وما الفرق بينهما؟ هذا من القضاء الشرعي، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، قضى أي أمر ووصى. فمن الناس من أطاع ومن الناس من عصى. القضاء الشرعي لا يلزم وقوعه، أما القضاء القدري فلا بد من وقوعه. ولذلك من فسر الآية بقوله قضى ربك أي حكم وقدر، هذا ضلال وخطأ، وإنما معناها أمر، قضى أي أمر ووصى. نعم.